خلاف بين زوجة وزوج، خلاف أدى إلى انفصال. بدنا نشوف إذا كان رح نقدر نرجع الزوجين إلى بعض. نستقبل أولا صاحبة الدعوة منى. أهلا يا منى. أهلا بحضرتك. أخبارك؟ تمام الحمد لله. تفضلي. شكرا. أنت دائما بالحياة تلبسي كده؟ آه. على طول؟ على طول. في البيت كمان؟ لا. لا في البيت لا. منى أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. منى ربة منزل، عندها ولدين، عندها سمر وأحمد ما شاء الله بنته صبي. كانت عايشة بألف خير وبألف نعمة هي وزوجها. زوجها محمد شعراوي، زوجها رجل مقاولات، بيشتغل بيروح الصبح بيرجع عشية، يمكن بيتعب بيشقى. هي بالبيت كانت تحس بشوية ضجر، يعني ما كانت تشوفه كتير للزوج، محرومة شوي. إلى أن ذات يوم في شاب جارون، الشاب يمكن عاجبته منى، تحايل وقدر ياخد رقم تليفون منى، وصار بينه وبين منى في مراسلات بالتليفون، مساجات. بعدين اتصل فيها، صار يكلمها، صار في كلام مباشر بينه وبينها، كلام ما بعرف، مراسلات ما بعرف شو طبيعتها. بس في يوم دخل زوجها محمد إلى المنزل وسمعها بتحكي بالتليفون. كانت عم تحكي مع ذلك الشاب، سمعها عم تشكي لهذا الشاب من زوجها من محمد. ثم غضب، يمكن أخذ التليفون منها وطلع لقى فيه رسائل على التليفون، وفيها رسائل غرامية شوي، صح؟ حسن بقى. طبعا الرجل زعل كتير وانفصل، ترك البيت ومشي، وما حبش يطلقها بسبب الأولاد، وقالوا إلهم سنة ونص منفصلين. عم بيشوف ولاده محمد؟ بيشوفهم. بيجي على البيت؟ لا. كيف بيشوفهم؟ بيبعت أخته كل أول شهر تبعت المصروف ويشوفهم، بتاخدهم تودهم له ويشوفهم. وأنت ما بتشوفيه لمحمد؟ لا. رافض يشوفك؟ رافض يشوفني، رافض يسامحني أصلا، رافض يصالحك؟ لا. وهو معتبر أنك في خيانة، يعني أنت وذلك الشاب كان في خيانة. بس أنت بتقولي انه ما حصلش ولا شيء بينك؟ لا ما حصلش اكتر من مكالمات تليفون بس. مكالمات تليفون ورسائل؟ ورسائل. ورسائل مثل ايه مثلا؟ رسائل غرامية؟ مش غرامية بالتحديد، يعني هي كان رسائل يعني مثلا طب حاولي تنزلي، طب عايزة اشوفك، قصك وحشتيني كده يعني. اف منى، انت بتعطي حق لزوجك ولا لا؟ وعنده حق. عنده حق. عنده حق. ويعني أي رجل بمكانه كان عمل نفس الشيء أكتر من كده. إنما الرجل ما طلقك. لا هو سيبني عشان الأولاد، ما طلقك. بعده بيصرف عليكم هو؟ ما هو لازم يبعت مصاريف ولاده. لازم. لأن أنا ست يعني ربة منزل ما بشتغلش. يا ستي نحن بعتنا رسالة لمحمد شعراوي، خلينا نشوف كيف تسلم هذه الرسالة. أستاذ جورج، يومنا النهاردة في المنيب عشان هنسلم دعوة الحضور لأستاذ محمد شعرو. عندك 46 سنة؟ أيوة. متزوج؟ أيوة. عندك أولاد؟ أيوة. ممكن بس الشاتك الوضع اللي خليك أنا كمان الشاتك مين؟ أسمائي من برنامج زوجة كده. شرفت بني. دي دعوة حضور؟ أيوة. بس أنا حضرتك فيك. طب ما شو فيك؟ أوكي، قبلت الدعوة؟ طبعا قبلت. أهلا أهلا أستاذ محمد، أهلا وسهلا حبيبي، أهلا، كيف أحوالك؟ طمني عنك. تفضل تفضل عيوني. أهلا فيك.
طمنا عنك. الحمد لله. شايفك فايت داخل متردد ليه بقى؟ شوف ساعتك ما تردتش. انت حذر. الحمد لله حذر وباين عليك ما شاء الله بتصلي يا سيدي. مش انا اللي وجهت لك الدعوه. بالمثل. انا في ناس لجأوا لي طلبوا مني ان ادعوك الى هذا الاستوديو ففعلت. ارسلت رساله باسمي تعذرني سلفا عن اي شيء بس ان شاء الله يكون للخير. ان شاء الله تشكرني بعدين مش تعذرني. ان شاء الله. اتمنى. تحب تعرف مين دعاك؟ اتمنى. يا ريت تطلع بالشاشه. ايه ده؟ طب ليه يعني؟ ده اسمه كلام ده يا جدعان؟ ده اسمه كلام؟ يعني الفضايح كده تبقى على الملأ كده؟ فضايح؟ ليش فضايح؟ ليش فضايح؟ انا الانسانه ديت انا اسهل من سنه ونص وانا مفيش صله ما بيني وما بينها اساسا. من قد ما مش غير محترم اساسا. لا يا رجل ام اولادك. ماشي ام اولادي بس خلاص يعني الموضوع انتهى. يعني بعقولي لابنك تقول له امك مش غير محترمه؟ لا يعني انا خلاص انا بالنسبه لي الانسان دي لو شفتها لو هي موجوده هنا انا ممكن ما افرتكها. فانا اسف يعني. وانا اسف بس تفضل خليني هلا ما زال جيت خليني احكي معاك رحب فيك. لا الله يبارك فيك. انا قلت لك انك تعذرني سلف لانه كده مش كده انا صح. معلش انا اسف كده ما ينفعش. ما ينفعش كده ما ينفعش. طيب لان ما تبقاش العمليه على الملأ كده و معلش. وفضايح على الملأ ما فيش فضايح. لا لا لا. ما هي صاحبة فضيحة مش انت. لا 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 لا, لا. انت مالك انت مش صاحب فضيحة. ازاي ما هوش ليه اصدقاء وليه اصحابة ما يتفرجوا على الكلام ده يبقى ازاي. بس مش انت صاحب الفضيحة. طب ازاي هي بتتحمل مسؤولية. ازاي بتحمل مسؤولية؟ انت الخنت مش انت الخاين. هي لا بس هي الخاينة وفي نفس الوقت ما انا برضه بتحمل مسؤولية. مسؤوليتي ان انا اتجوزت انسانة زي دي. لا 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 لا, 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 لا. هي بعثت لك رسالة تحب تسمعها؟ اتمنى. تحب لك رسالة خلينا نقراها على القاعد لأنه بدها شوية هدوء. المسألة بدنا نقراها بهدوء لأنه في وضع عائلي في أولاد. بتقلك زوجي الحبيب محمد يا رب تكون بخير مع أني أعرف أنك لست بخير لأنني تسببت لك في جرح غائر لا أعرف هل سيداويه الزمن أم لا لكنني أعرف أن ما أستطيع فعله هو أن أعتذر لك عن هذا الجرح أمام ملايين الناس. حبيبي محمد. أيوة أنت حبيبي حتى لو لم تكن تصدق ذلك وحتى لو كنت غاضبا مني. يا حبيبي لقد افتقدتك كثيرا. أعرف أن ذلك لا يبرر ما فعلته لكن يجب أن تعرف أنني كنت أفتقدك وأنني كنت أريد من يسمعني وأقسم لك بالله أن الأمر لم يتعدى المكالمات والرسائل وأعرف أن ذلك خطأ كبير لكنني لم أذهب في طريق الخطيئة. طب دلوقتي اللي بيبعت دعوة الواحد ده مش موجود؟ اللي هي بعتت لي الدعوة ومش موجودة. موجود بالشاشة على الشاشة. لا موجود وجه لوجه. ايه موجود. طب اقابلها. لحظة هتقابلها بس خليني اكمل الرسالة. تفضل. قلت لك يا محمد انا آسفة على ما حدث وليس سهلا ان تخرج امرأة امام كل هذه الكاميرات وفي برنامج يشاهده الجميع لكي تعترف بخطئها على مرأى ومسمع من الدنيا كلها لكنني أفعل ذلك لأنك تستحق هذا الاعتذار. أستحلفك بالله أن تسامحني من أجل حبنا ومن أجل الأولاد والمسامح كريم. أنا حكيت مع الست ما صلش فرصة أن توضح موقفها. هي بتقول انه ما حصلش اي شيء بين ذلك الشاب. في شباب كتير بيعاكسوا ستات تليفونات مخابرات مكالمات. ست بتكون ضجرانة الى اخره بس انه
ما وصلت إلى حد الخطيئة. خطأ زي دوت؟ طيب بس الخطأ، لو الخطأ ده مع سيادتك أو مع أي راجل من الرجال العاديين يا سيدي، بيدخل الشيطان أحيانا. مين منا معصوم؟ نحن بشر. ماشي، إنما بس ما تبقاش على الملأ. أه؟ ما تبقاش على الملأ. في تصالح ما يبقاش على الملأ سيدي. في حل مشكلة ما يبقاش على الملأ. ما هو أنا بدي لك شغلي، أنت بتحب تحب المشكلة ولا لا؟ تحب المشكلة؟ بتحب تحل المشكلة؟ بحب حل طبعا. طبعا أي مشكلة تحل. فإذا لما بتنحل المشكلة وكأنها لم تحصل على الملأ، لأنه بتكون فعلا بينت أنت عن كبر أخلاق وكبر قلب وكبر إيمان، بتكون الست كمان برأتها من الظن. بس خلينا نسمعها تتكلم. ما زال بدك تسمعها تتواجه معها؟ أنا أتمنى أتواجه معها وجها لوجه. خلص هلأ متواجه، مش على هلأ حنتواجه، بس خليها تكلم بالأول. والله تضلي. العظيم أنا غلطت وجيت أسفك قدام الناس دي كلها عشان تسامحني وترجع تاني لبيتك وولادك. أنا غلطانة والله، وجاية يعني أتأسف لك وبوس رجلك لو عاوز كمان قدام الناس دي كلها، بس تسامحني على أنا عملته. والله ما كانت أكتر من مكالمات تليفون. لما عامل عليك يسمعك ويجي يقول لي طيب يبقى إيه الحل يعني؟ طب ما أنا غلطت يا محمد وجيت أسف لك وبقول لك إن أنا غلطانة فعلا. بس الكلام ده ما ينفعش كده، لازم أقابلك وجه لوجه. أنت بتبعتي لي ناس وبتكلمي ناس وكل ده ما شفتكيش، اشوفك وجه لوجه عشان يبقى في تفاهم. لو انت عاوز يبقى في تفاهم، طبعا الموضوع بقى على الملأ. ها ويبقى التفاهم على الملأ، خلاص يبقى في تفاهم وجه لوجه. نظام البرنامج هو هكذا، يعني عندك ستار وكل واحد منكم خلف الستار. بنفتح الستار لما انت بتكون موافق انك تسامح. إذا مش موافق تسامح. ما التسامح دوت، التسامح دوت ما يجيش كده. احنا طيب دلوقتي بقت مشكلة على الملك. طالما بقت مشكلة على الملك السيد الفاضل بعد إذن سيادتك. اتفضل. اللي أنت عملتيه كده ده غلط. صح، هي ما اعترفت. إن أنت تتصلي ببرنامج والبرنامج يبعت لي دعوة ويجيبني والكلام ده كله، كل ده غلط. وأنا بخلي معاك العيال عشان عارف إن أنت قاعد عند والدتك. ممكن العيال النهاردة آخدهم وما أشوفهمش تاني. وأنت عارفة الكلام دوت. وساكت سنة ونص ساكت، بتبعتيني ناس وبنتكلم وبتاع، مش عايزة تواجهني الوجه لوجه. يبقى إذا في حاجة غلط. والله ما في حاجة. لا قلتهولك، طالما ما فيش مواجهة وجه لوجه يبقى في شيء غلط. بتعملي وسطات في النص وحاجات في النص وناس بتخش، الناس كلها عرفت كل حاجة. أنت اللي فضحتي نفسك مش أنا اللي فضحتك. طب الفضيحه ليا مش ليك، وانا بقول لك سامحني. لا ازاي، ما انت في الاول والاخر اسمك هيبقى على اسمي. ازاي الكلام ده؟ ما انا تعبت يا محمد، كل ما ابعت لك حد وعيالك وعيالك اسمهم على اسمك عشان خاطر ولادك يا محمد. ولادي هيتربوا، اروح اتجوز واحده تانية، اتجوز اتنين، اتجوز ثلاثة، اتجوز عشرة، هيتربوا. لا عشرة ما يعطيكش حق الشرع، أربعة. يا سيد الفاضل بص، يعني بص اتجوز اي حاجه، مش اتجوز يا عم وربيهم مع ستهم. لا لا بتربيهم طبعا، بتربيهم حبيبي بتربيهم، بس نحن ما بقاش يعني الاسلوب ده يعني اما عيل. يا ابو احمد يا سيدي يعني الفاضل بعد اذن سيادتك. ايه؟ انا عارف ان سيادتك هتخش وسط خير. نعم. بس بعد اذن سيادتك. نعم. طالما انت سمحت لنا ان هي تطلع اللي بقلبها. نعم. اسمح لي ان انا اطلع. تفضل يا حبيبي، انا منتظرك تطلع اللي بقلبك. فهي ما ينفعش طلع كل اللي في قلبك. ما ينفعش ان عيل من العيال بتقول لك عيلة عندها 11 سنة يعني خلاص يعني سنتين ثلاثة واجوزها. طبعا صبية لما تسمع ان امها بتكلم واحد في التليفون، وطبعا التاني لسه عيل صغير شاب صغير، كلام الحب والغرام والكلام ده كله، هتعمل ايه؟ هلاقيها متجوزها عرفي بعد سنة. شو ده؟ طيب قل لي شغل يا ابو احمد، انت شكيت انه في شيء بينهم؟ هي ادته فرصه يفتح في الكلام، حكيت له على الهموم اللي عندها. ممكن عاوزه تحكي عن همومك، احكي لاي صديقه لوالدتك ما عايشه، ليه لها الوضع كذا كذا كذا، هديلك الصح ومش هديلك الغلط. احكي لاختي، ما انت بتقعدي معاها. لكن انت استسهلت العمليه، واحد قال لك كلمتين في ودنك، انت حلوه انت جميله انت، وشاف حلاوتك جمالك فين، انت لابسه نقاب. إذا الموضوع النقاب ده الشال عشان يشوف حلاوتك وجمالك والكلام ده. الموضوع فيه حاجة غلط. إيه رأيك الغلط؟ إيه رأيك الغلط أبو أحمد؟ قل لي الغلط شو هو؟ أنا بتكلم الغلط إن أنا ما ينفعش يا سيدي الفاضل إن أنا أستمر مع بنات مزاجي، استحال. خلاص. خلاص الموضوع انتهى. أنا لم أضغط. يعني إحنا بقالنا سنة ونص في حوارات وكلام
وتبعت لي ناس وحلفانات والاخره. انا اعرف واحد زائد واحد بيساوي اثنين، موضوع انتهى. سكرت الباب خلاص، اقفلت. وبعد الباب. الموضوع بتاع النهارده ده، النهارده ان شاء الله اول لما اخلص مع الاستاذ عيالك انت مش هتشوفيهم، وبقول لك كلمه مش هتشوفيهم بجد خلاص. لا يا رجل مش لهالدرجه. لا 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 للضرب. يعني مش راح تكون سبب. لا 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 للضرب. حرمانها من من والناس ديت مع احترامي لاستاذي، الناس دي مش هينفعوكي في حاجه. من الاخر عيالك النهارده انت مش هتشوفيهم، مش هتشوفيهم بعد النهارده خالص. وانت عارف انا هوديهم فين وهعيشوا احسن عيشه. لان انت كده غلطت غلط كبير. غلط انا مش يعني بصي، انا لو شفتك دلوقتي انا عايز اشوفك وهشوفك. ماشي؟ بدك تشوفها باستوديو هون؟ بتحب تشوفها هون باستوديو تتكلم معها؟ طيب افتحوا لي الستار، معلش خلي يحكي معها مباشرة. اقعد كويس، اعدل. هيك اقعد، اقعد كده. هي جالسة هناك، كلمها اللي عايز تقوله. خلاص. لوين رايح؟ أنا عاوز الوقت أفهم. كل اللي انت عاملاه ده كله عشان ايه؟ عشان غلطت وجيت عشان تسامحني. اسامحك؟ يعني بعد كل ده ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي، يعني الناس الموجودين والكاميرات وزماننا دلوقتي، عيالك بابا هو وماما وهيت عاملين قلبان في البيت الشارع، كل ده عشان ايه؟ عشان غلطت. غلطت يعني انت حاسه بالغلط بتاعك؟ ايوه. وجيت تاسفيلي؟ ايوه. طب احنا بقالنا سنه ونص بنحكي في الموضوع ده، خلاص يعني قفلت معاكي؟ ما انت مش عاوز ترجع. بصي انا زي ما قلت لك النهارده سكت تماما، ان خلاص عيالك انت النهارده الصبح ودعتيهم وسلمت عليهم وكده وبستيهم من هنا ومن هنا، قلت لهم انا راح افضح بابا وجايه لكم. لا مش تفضح بابا يا ابو احمد. ايوه كده مش فضيحه. فضحت حالها هي كده مش فضيحه. لا مش حالها، مش حالة كده مش فضيحة؟ دي ليا أنا مش ليك أنت. لا إزاي يعني إيه ليك أنت؟ ليا أنا. يعني إيه؟ جاي أتأسف لك ما عملتش يعني حاجة. يعني إيه جاي أتأسف لك؟ لما تجيبينا تحطينا في الوضع ده تقولي لا مش فضيحة ليك أنت، ما الفضيحة لمين؟ يا سيدي إيه ما لقيت مكان تقدر تحكي وتنقذ هذا الموقف إلا بهالستوديو. أنت رفضت الشخص. لو عندك مخ، لو عندك مخ والنقاب ده على حق وتقولي أنا راجل بتاع ربنا أروح الجامع الأزهر. بس انت مفيش، خاف تخش الجامع. كفايه يا محمد. سلمت على عيالك خلاص؟ طيب مش هشوفهم النهارده. كلمني شوي. صدقيني. حكيني شوي. خلاص حكيت بدك تقول لي اياها، خلاص تعال. ماشي؟ تعال معايا. تعال مش معايا. يا محمد. لا 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 ده مش هتاخدهم. مش هتاخدهم. ده انا قبل ما امشي من هنا يكونوا راحوا. راحوا وانت عارف راحوا فين. اسمع. ان شاء الله مش هتاخدهم برضه. انت عارفه. مش هتاخدهم. ليك محمد قول لي شادي. هل عندك في مجال 1% تسامحها؟ لا خلاص؟ مستحيل. طيب بس نحن أنا مسؤولية علي طلع فيه، مش لأنه استضفناها بالبرنامج بتحرمها من عيالها. توعدني شو ما حصل ما بتحرمها أم مهما حصل، وهي هي لولا مش حاسة بالذنب وحاسة بدها تنقذ الموقف ما اجت امام هذه الكاميرات، الجمهور 300 شخص هنا وملايين الناس. بص اقول لصوتك على حاجه. سامع؟ بس ما كانتش. خليك معي. انا مش عايز اسيب سيادتك وامشي. ايه خليك معي. انا مش عايز اسيب سيادتك وامشي. ايه. اللي هي عملته احرمها من عيالها ادبا ادبا ليها. عايز تاخد عيالها نوديها محاكم. نوديها محاكم. طيب وانت عارفه محاكم معايا هتعمل ازاي؟ ممكن ما اشوفهمش الا بعد ما يتجوزوا ويخلفوا واحفادهم يتجوزوا. اللي شيء يعني مش رح تسامحها. خليني افهم. لا شيء. لا ما فيش تسامح. ما فيش تسامح. خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. بتحلوها بالتي هي احسن. مش هيك؟ مش عارف. اوكي. وشو بدي اعمل؟ حاولت يا يعني شو بدي اخبرك؟ انا حاولت هيدي هذا هدف البرنامج. انه نرجع نرد العائلات الى بعضها اذا امكن، لم انجح في ذلك، انا بعتبر اني فشلت. بقى انا بدي ودعك واشكرك على ثقتك ومجيئك. سامع؟ وان شاء الله على خير. ان شاء الله. اذا بالمستقبل قدرت ترجع تنقذ العائله المسامح كريم. اوكي؟ الله معك. مع السلامه يا حبيبي، شكرا.
أم أحمد خليكي، أنا عارف أنه عارف أنا أصلك صعبة، أنا بعرف رجل وبعرف رسائل وكلمة وكلمات وكذا، يعني لا للرجال في هذا الشرق اللي بيقدروا يتقبلوا هالموضوع. بشكرك على ثقتك، الناس رح بيقدروا فيكي شجاعتك انك جيتي قريتي بهذا الأمر مع أنه ما حدا كان عارف، بس أشكرك وإن شاء الله على خير. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا، شكرا جدا. مع السلامة. تفضلي. يعني قلت أنا من البداية كنت شاعر أن القصة صعبة، صعب الرجل أن يسامح بمواقف من هذا النوع، طبعا إذا كان معتقد أو واثق أنه صار فيه خيانة معينة، خاصة الرجل الشرقي مثلنا. على كل حال انتهت هذه القصة بعدم المصالحة وعدم السماح. نلتقي إن شاء الله.